السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأبنائي في جريد 1. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض من ليسون 3 to 6، يعني هناخد 3 و 4 و 5 و 6. بنتكلم بقى على الدروس دي بناخد فيها الكاونتنج ل up to 5، وهناخد حاجة اسمها الجراف. طب دول كام فيش؟ 1 2 3 4 5. هنتعلم ازاي دلوقتي نعد وازاي نحسب دول كام شمسية. 4 هنا بيقول لي سيركل 4 لدي، وكمان اعمل لي سيركل 4 لدي، وكمان سيركل 4 لدي. بكل بساطة احنا عندنا الشمسيات اهي جنب بعضها، ممكن نعمل سيركل واحدة تضم ايه الفور مع بعض. دي اول واحدة. تاني حاجة احنا عندنا الشكل ده كده، طبعا هو متنطورين بعيد عن بعض، دول تو وهنا وان لوحده، وهنا وان، وهنا كمان وان. فاحنا بكل بساطة ان احنا ممكن نختار نعمل الفور ازاي. طبعا هما عشان بعيد عن بعض فكننا هنعمل مثلا كده وان تو 3، لأن احنا لو عملناهم كده مع بعض فهيغطوا على بقية الأشكال، مش هنعرف نحل بقية الإيه السؤال بتاعنا. 1 2 3 4 كده كام؟ كده 4 اللي جنب الكرسي ده بالظبط، شايفين؟ يبقى كده 1 2 3 4. بعد كده الشكل ده طبعا عايزين برضو منه 4، هناخد دول ممكن الفور دول كده كلهم مع بعضهم، ناخد دول كده كده جمعنا ايه، شايفين ازاي جمعنا الفور 1 2 3 4. هنا بيقول لي بقى سيركل اتش جروب اوف 4، اي جروب من 4 نعمل عليه ايا كان نفس الشكل ولا مش نفس الشكل. طبعا دول 4 نعمل عليهم سيركل، وهنا طبعا تو ما ينفعش، دول 4 كي 4 مفاتيح اهم، نعمل عليهم ايه برضو سيركل. والاربع كور دول نعمل عليهم سيركل. هو قال لي ايه each group، يعني كل جروب متكون من 4 items يبقى نعمل ايه سيركل. طبعا دول كرسيين بس ما ينفعش، دي كام 4، نعمل 4 بالشكل. نيجي لبعد طبعا احنا عايزين نتذكر برضو هناك كان في ايه، برضو من ضمن الحاجات كان في هنا 4 بوينت، 4 ايه بوينت. تعالوا كده تحت بقى في الفايف هنلاقي ايه، هنلاقي 5 بوينت 1 2 3 4 5. من ضمن الحاجات برضو اللي احنا كنا بنشوفها هناك الايد دي، شايفين كام فينجرز؟ 1 2 3 4 كده 1 2 3 4. هنا تحت اللي فتح الفينجرز كلهم عشان يدينا ايه، يدينا 5 1 2 3 4 5. فبيقول لك اعمل سيركل بقى على الشكل دوت اللي فيه 5، وكمان الشكل ده اللي فيه 5، وكمان الشكل ده اللي فيه 5. اول حاجة الفايف بتوعنا الاولانيين اللي هم دول، شايفين دول 5 1 2 3 4 5، او من هنا 1 2 3 4 5، او من هنا 1 2 3 4 5. وسيركل على دي، سيركل على 5 من ايه، من دي. تعالوا ندور على الشكل ده حبايبي، شايفين حاجه؟ ايوه اهو دول كده اهم، عملنا لهم سيركل كده ايه كده تمام. وبعد كده بيقول لي سيركل على بقى ايه السلحفة دي ولا ايه اسمها، فبرضو جنب بعض اتنين هم تلاتة هم كمان، يبقى 5 3 بلس 2، هناخد الايه، هناخد الايه الفايف دول كده كلهم ايه مع بعض. بقى عندي كده 1 2 3 4 5. يلا حبايبي نكمل بقى كمان سيركل 5.
دول 3 طبعا مش كافي، دول كام؟ 1 2 3 4 5، نبقى ناخد دول كمان كده 5. هنا دول 1 2 3 4 5، كده 5. دول 4 بس مش هناخدهم، دي 1 لوحدها، دول 3 برضو مش هناخدهم. تعالى بعد كده بيقول لك color to show how many of each items، يعني تاخد كل items كده وايه وتلونها بلون ايه مختلف. color عشان تلون، عشان نشوف how many of each item، لما نلونهم يبقوا شبه بعض فنعرف ايه نعدهم بكل سهولة. دي واحد. حاجة تانية ان احنا نحطهم في الجراف بتاعنا، ده كده اسمه جراف، ده كده اسمه ايه؟ اسمه جراف. هنشوف مثلا القارب دوت في منه كام واحد، طبعا واضح جدا ان هو 1 زي ما احنا شايفين. الشكل ده بقى فيه كام منه؟ واحدة 1 2 3 4. حد شايف حاجة تانية؟ 4. يبقى هنلون كام؟ هنلون 4. المكان اللي بعمل لكم عليه شرطة ده كده هو ده ايه اللي هتلونه. وبعد كده عندنا مثلا شكل زي ده كمان، المركب دي 1 2 3، يبقى هنلون كام؟ هنلون 3. ادي 1 ادي 2 ادي 3. دول بقى تلونهم بالالوان الجميله بتاعتكم، هتبقوا احسن مني بكتير طبعا. بعد كده عندنا الشكل الاخير اللي هو ده، نشوف في منه قد ايه. واضح جدا الشكل ده في منه 1 2 3 4 5 5. يبقى هنعمل ايه هنا؟ 1 2 3 4 5. طب ما سيبهاش كده، احنا المفروض ناخدها ونلونها بقى ايه واحدة واحدة. بيقول لك circle which items there is the most of. the most بقى دي يعني معناها اكتر حاجة، فين اكتر حاجة هنا؟ واضح جدا ان اكتر حاجة اللي هو الشكل ده كده، فبيقول لك اعمل سيركل عليها. يبقى هي نعمل سيركل على ايه؟ على دي، لان دي طبعا فيها منها 1 بس، ودي في منها 4، مش شايفين اكتر من كده؟ 1 2 3 4، حاجه مستخبيه كده ولا حاجه؟ مفيش، بس دي في منها 5، 1 2 3 4 5. يبقى بنعمل 5 بالشكل ده، بنلونها بقى بالكامل زي ما احنا شفنا قبل كده. و the most اللي هو ايه هيكون هنا، بيقول لك circle which item there is the most. حلو، فين الموست يعني يا ولاد؟ اللي هو ده صح، اللي هو ده اللي هنعمله برضه سيركل بالشكل ده كده. احنا المفروض مكناش عملنا سيركل هنا، عملنا سيركل هنا لان دي جزء ده تبع السؤال اللي فوق، وده المفروض عملنا لي سيركل لان هو 5. طيب يبقى نمسح ايه الجزء ده كده. اهم حاجة نعرف ان كلمة the most هي ايه؟ الغالب او الاكتر يعني. بيقولك count the ball in each row. رو ده كده اسمه رو، وده كده اسمه رو، وده كده اسمه رو. لما تيجي تعد اول رو 1 2 3 4 1 2 3 4، خلي بالك مع كل مرة بيعد فبيودي كورة من الكور دي ايه الناحية التانية. هنا ودى أول كورة، بعد كده ودى تاني كورة برضو، وهكذا بالنسبة للباقي. بيقول لك do you get the same number of ball in each row، يعني أنت حصلت على نفس العدد من البولز في كل رو في كل صف كده؟ أيوة طبعا هو ده اللي حصل، هنقول له yes. دي أول حاجة. وبعدين ليه بقى yes؟ يعني أنت أصلا أول واحد أول رو كده هو كام؟ في 4، والرو ده كمان فيه كام؟ فيه 4، وده فيه كام؟ فيه برضه 4. هو الناتج بتاعنا زي ما احنا شايفينه كده. نفس السؤال بثاني هنا، count the fish in each row. كل صف ده شوف لي كام فيش. هنا طبعا فيه 5، وهنا كمان فيه 5، وهنا فيه 5. السؤال do you get the same نفس النمبر of fish عدد السمك في كل رو؟ ايوه، هنقول له برضه يس. السؤال بعد كده بيقول لك ان ايتش رو، في كل صف من الصفوف دي اعمل سيركل ذا بيكتشرز هي ذات ذا ديفرنت، مختلف. البيكتشرز المختلف فين هنا يا ولاد؟ واضح جدا ان كلهم شبه بعض في الشكل، بس دي مختلفه في ايه؟ في اللون.
اللي بعديها ديت برضو الاختلاف هنا اهو، فين بقى الاختلاف في دي؟ هنا اختلاف في الشكل، هنا اختلاف في اللون، هنا برضو فين الشكل؟ برافو عليكم. هنا طبعا هنا طبعا دي الكبيرة، هنعمل بيجرز دي كده في سيركل، يبقى كده فرقنا بقى. بيقول لك سيركل ذا فيجرز، او الشكل يعني بمعنى اصح having the same color. فين الكالر بتاعهم واحد؟ هنعمل عليهم سيركل اللي هما الاثنين دول طبعا، بصرف النظر عن الشيب بتاعتهم شبه بعض ولا مش شبه بعض. بيقول لك سيركل ذا فيجرز having the same shape، اللي شكلهم زي بعض، مش اللي لونهم زي بعض، اللي شكلهم زي بعض دول. بعد كده بقى بيدينا تمارين، بيقول لك color for apple، يبقى color 1 2 3 4، وبيقول لك color for flower، ادي 1 2 3 4. بيقول لك color to show how many of each items، يعني دي مثلا الاولاني ده في كام من الداخل منه، هنقسمه هنحط هنا مثلا دول كام مثلا 2، يبقى هنحط هنا كده ايه نلون 2 كده، دي اول واحد. تاني حاجة لما بيقول لي مثلا الجيتار ده كام فيه كام 4، يبقى نعمل 1 2 3 4. طيب البيانو ده في من 1، يبقى هنعمل ايه بس 1، ودي في منها كام؟ في 3، يبقى 1 2 3. سيركل which items there is the least، ليست اقل حاجة اللي هي ايه؟ البيانو طبعا. هو بيقول لك اعمل عليها سيركل، يبقى هي دي كده اللي هنعمل عليها سيركل كده صح. بس احنا مش هنعملها هنا بقى عشان ما نقعش في نفس الغلطة بتاعت المرة اللي فاتت، احنا هنحطها فين؟ هنحطها هنا كده عشان الفورم جنبها، يبقى دي اللي هنعمل عليها سيركل. count to 4، بيقول لك circle the animals which have 4 legs، فين اللي عنده 4 legs؟ ديت طبعا ال 4 legs مبين كده اهو، اربع رجول اهم، هنعمل عليهم سيركل. يديك طبعا اثنين بس، الحصان الهورس طبعا في 4، ودي لو قطة يبقى ايه برضو نفس الكلام. بعد كده ده طبعا 2 بس، واضح جدا. هنا بيقول لك سيركل ذا انيمالز ويتش هاف تو ليجز، في تو ليجز بس، ده واضح جدا ان في 4 ما ناخدوش، ده طبعا مش هناخده، وده مش هناخده معانا لان هو عباره عن تو ليجز بس. اما بيقول لك انيمالز هاف تو ليجز، اول واحد هناخد ده، وهناخد كمان معانا ده بكل بساطه. بيقول لك circle the means of transport which have four wheel، يعني قول لي اعمل لي دايرة على المواصلات اللي هي فيها four wheel، فيها اربع عجلات طبعا، دي فيها عجلتين بس اتنين ديت طبعا، وعندنا دي كمان four، وعندنا دي كمان four، دي ودي طبعا واضح جدا ان هما تو بس. circle the chair which have four legs، four ايه بس، circle the chair، اعمل دايرة على الكرسي which have four legs، طبعا ده four legs، ده four برضو، ده طبعا واضح جدا ان هو سري مش هناخده معانا، وده فور هناخده معانا. يبقى هو قال لك ايه الفور ليجز، يبقى هو ايه 1 2 3، يبقى الكراسي دي اللي هي الشيرزي اللي ايه اللي هي فيها فور ليجز. كاونت اب، بيقول لك سيركل ابل بس كام 5، هنختار اي 5 من دول ونعملهم، هناخد اللي مثلا اللي هم جنب بعض دول. هنا طبعا بيقول لك سيركل 5 بنانا، ادي 3 جواف، ادي 3 جواف،
طالما جت ناخدها بالمرة، وفايف بنانا اللي هما دول كده نعمل كده سمع من جديد. دي البنانة 5 والجوافة كام؟ 3. بيقول لك عندنا عايزين تعمل لي سيركل على 4 من المانجوز، وكمان هتعمل لي 5 على استروبيرلي. الاستروبيرلي هو عايز كام؟ 5. ادي 5. بالنسبة للمانجو عايز كام؟ عايز 4. يبقى ايه؟ هناخد مثلا الفور اللي فوق بعض دول على طول. ليسون نمبر 6 بيقول لك ذا نمبر لاين. نمبر لاين ده يا حبايبي معناها بالعربي كده خط الاعداد. خط الايه؟ الاعداد. لما بنرسم خط الاعداد كده بنبدا بنعد من 1، ما يبداش بالزيرو لان طبعا ما فيش حاجه اسمها عد زيرو. يبدا بال 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. يبقى draw missing dot. انت عملت النمبر لاين، هنعمل ميسنج ايه دوت؟ في هنا نقطة مفقودة. طب نعملها ازاي؟ تعالوا كده. اول حاجة دي هنا 1، هنا كام؟ 2. يبقى هنا كام؟ 3، وبعد كده 4، وبعد كده 5. هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا كام؟ 4. يبقى نعمل 4. بعد كده طبعا بوريك يور فينجر ازاي عشان تطبق عليها بالظبط. لو فتحت ايدك كده وبعد كده قفلت، واحدة اتنين تلاتة اربعة، يبقى 1، يبقى هو ده الوان. بعد كده هنا يبقى 2، هنا كام؟ 3. باين جدا من الفينجرز بتاعك. هنا العدد كام؟ 4. هنا العدد كام؟ 5. فهو بيقول لك اديني الميسنج نمبر. يعني هنا دي 2، يبقى هنحط كام؟ 2. هنا هنحط كام؟ 4. 1 2 3 4. هنا 5. 1 2 3 4 5. بكل بساطة كده الجزء ده خلص. تعال نشوف الجزء اللي بعده. هنا طبعا نكمل. هنا 1، هنا 2، هنا 4، هنا كام؟ برافو. هنا 5. طيب هنا 1، هنا ال 5 اللي ناقصه، يبقى 1 2 3 4 5. كده يا حبايبي نكون خلصنا ليسون 3 و4 و5 و6. طبعا هيبقى في جزء تاني برضو ان شاء الله نكمله المرة اللي جاية. ما تنساش تشترك في القناة ونفعل الجرس ونختار الكل عشان يوصل لنا منا كل جديد. تمنياتي بالنجاح والتوفيق. معكم مستر أسامة الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.